شهور ونطرنا. ها هي آخر ورقة تبقت لي. يومين ورح تنحل القصة. هل في ذلك دلالة إلى أن هناك ما سيحدث لي؟ أنا حاسة أنك خايف شوي. أم هي دلالة على أنه يومي الأخير في سجن العبثي؟ فرح؟ مش رح يقص، رح ضلني عم جرب. أسماء من الماضي يومياً 10:30 المساء خلال شهر رمضان المبارك على الـ LBCI.